السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. دكاترة سنة رابعة ابتدائي، النهاردة بإذن الله هناخد لسون 4 في الكونسبت التاني للساينس، كونسبت 1.2، كونسبت التاني في ساينس سنة رابعة. يلا بينا بقى نشوف الدرس ده بيتكلم عن ايه. تمام. أول حاجة، هو انا لو عايزه اتواصل معاكم يا شباب، لو انا عايزه اتواصل معاكم اعمل ايه؟ اكلمكم ازاي؟ اكتبوا لي كده على الشات. ها يلا قولوا لي، عايزه اتواصل معاكم اتكلم معاكم ازاي؟ عايزه مثلا اقول لك حاجه اعمل ايه؟ انا في بيتي وانت في بيتك مثلا. ها حلو، على الموبايل. ماشي على الموبايل، حلو جميل. اكلمك ايوه كده، واتس مثلا. تمام، لو انا جنب، لو انا في الشارع اللي جنبك او انت بعيد عني اعمل ايه؟ انادي عليك صح، انادي عليك. طب انت مش سامعني، ممكن اشاور لك صح، ممكن اشاور لك صح، ده لو انت جنبي مثلا. تمام حلو قوي، يبقى احنا بنقدر نتواصل مع بعض، نقدر نتواصل مع بعض بطرق مختلفة. يعني ايه نتواصل؟ نعمل communicate with each other، يعني يتواصل كده، كل واحد يتواصل مع التاني. طب هسألكوا سؤال، يلا نحل نمبر 1 ده ونشوف إجابتكم مع بعض في الشات. Humans can communicate with each other by sound only، بس يعني نتواصل مع بعض بالصوت بس، ما اقدرش اشاور لك مثلا. ها غلط، صح كده، برافو عليك، برافو، غلط. طب حلو قوي، طب some animals produce different sounds to send messages to each other. في animals بتطلع أصوات مختلفة عشان يتواصلوا مع بعض. ها ايه رأيكم؟ ناس بتقول صح وناس بتقول غلط. طبعا تلاقي مثلا القطة تعمل صوت ايه حلو، وفجأة تلاقيها عامل عمالة كده متنرفزة صح، وفجأة تلاقي كل القطط جت، اللي هو انت ناديتيهم امتى؟ قلت لهم ايه؟ ايه الصوت اللي طلعتيه؟ فعملوا اصوات مختلفة. تمام؟ حلو قوي، جميل، يبقى صح. جميل جميل. طيب يلا بينا، بسم الله. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي بالنسبة للإنسان التكنولوجي سيستمز، يعني ايه تكنولوجي سيستم؟ النظام بقى، التكنولوجيا والحاجات دي، allow humans to communicate with each other، خلت الناس البني ادمين يتواصلوا مع بعض عن طريق ايه؟ making a phone call. الو 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 الو، هنعمل ايه؟ نكلم بعض عن طريق تكنولوجي، او send text message، ابعت مسج او ايميل. موضوع سهل، اهو هتواصل معاك ازاي وكده. لحد دلوقتي في حاجة صعبة؟ ما ظنش فيه باتنين جنيه صعوبة صح؟ مش أي حاجة صعبة. طيب حلو يا دكتور، حلو وجميل وقمر وعسل. تمام؟ طيب حلو، تعالوا بقى الانيمال بقى، هندرس مين؟ هندرس في الانيمالز. هل هم صح بيستخدموا التكنولوجي؟ ماشي يا خالد، خلاص. هل هم بيستخدموا التكنولوجي الانيمال؟ تلاقي النملة تبعت للنملة على الواتساب؟ ها ايه رأيكم؟ ها اكيد لا صح. جميل، هناخد الانت والهام باك ويلز وحيتان الهام باك. اوكي طيب، تعالوا بقى، تعالوا ناخد النملة الانت. انت يعني ايه يا شباب؟ ها انت يعني ايه؟ نملة نملة. نملة نملة نملة، برافو، سهلة. ايه انت؟ كلنا بناخدها كده، ايه كابيتال ايه سمول ايه، يعني انت صح كده، كنا بناخد كده. طيب حلو قوي، تعالوا بقى بذمتكم، انتوا بتلاقوا نملة كده يا عيني بتعيش لوحدها خالص، ولا تلاقوا ما شاء الله تلاقيها ماشية شوية، تلاقيها مع عشيرة، مع قوم كده صح، مستعمرة صح، ما بتعيش لوحدها عشان هي صغننة، بيعتمدوا على بعض. فالانت ليف ان كولونيز، يعني ايه كولونيز؟ ها يعني ايه كولونيز؟ مستعمرات، عاملين مستعمرة البهوات.
يبقى الانت ليف لوحدهم كده individual كل واحده لوحدها، ولا ان كولونيز؟ ها ليف ان ايه يا شباب الانت؟ ها من كولونيز ان من كولونيز. برافو، كولونيز افتكروها اللي هي كله، يبقى الانتس ليفينج كولونيز كله كتير مع بعض. تمام، طيب حلو قوي. الانتس ليفينج كولوني ذات كونتين الكولونيز دي فيها ايه؟ thousands of individual، الاف من النمل. اوبا يا خراشي يا دكتور، كل ده عندي في الشقة. تعالوا بقى تلاقوا في النمل جروبات، مقسم نفسه جروبات. ايه ده يا دكتور بجد؟ ايه ده بيقسموا نفسهم جروبات؟ تعالى بقى، تعالوا كده قبل ما اقول لكم حوار الايه الانت، احكي لكم قصة في الهوسبيتال. حد عارف يعني ايه هوسبيتال؟ يقول لنا كده يعني ايه هوسبيتال. ها يعني مستشفى 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 مستشفى. العمود يعني. برافو برافو، المستشفى. جميل، يبقى هوسبيتال. انا كده احكي لكم حاجه معينه ماشي بهزار. تمام، طيب حلو قوي حلو قوي. في واحد بيبقى على الامن بره، صح؟ زي جندي كده، نمله جندي يعني، بلاش نمله، خليها على الهوسبيتال. نملة جندي، خليها جندي ماشي. جندي يعني ايه؟ سولجر. جايبين احنا واحد من الجيش سولجر ماشي، جندي حلو كده، يحرس لنا المستشفى دي فيها مشكلة بس يا جوري. شكرا. تمام، يبقى احنا عندنا في الهوسبيتال هنمثل كده شكل مستشفى، عندنا جندي واقف بره. جندي يعني ايه؟ ها جندي يعني ايه؟ سولجر. صعبة دي، صعبة. يبقى في مجموعة من البني آدمين حطيناهم جنود كده، جنود سولجرز على المستشفى. اوكي طيب، يا عيني بقى كان في مريض حلو كده، مركبين له أجهزة ماشي خلاص، وجنبه ممرضة. حد عارف ممرضة يعني ايه؟ ها ممرضة يعني ايه؟ برافو برافو، النيرس. جميل، تعالوا نشوف الحكاية اللي حصل بقى، تعالوا نشوف الحكاية ماشي. طيب حلو قوي حلو، عندي دي النيرس الممرضة قاعدة جنب المريض تمام، والدكتور في دكتور كده بقى ماشي، ده الدكتور اسمه سكاوت. اسمه ايه الدكتور؟ ها اسمه ايه الدكتور؟ ها سكوت سكاوت 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 ماشي. طيب حلو قوي حلو جميل. طيب ايه اللي هيحصل؟ الممرضة وهي قاعدة جنب المريض عملت ايه؟ اول حاجة السولجر ده الجندي ده بيحمي من الخطر، صح؟ من الدينجر، اي خطر حد جاي على المستشفى ولا كده، هو ايه قاعد مستني ليكون في حاجه خطر. فخلصنا من الجندي هو بيعمل ايه. طيب النيرس الممرضه بقى عملت ايه؟ بتبص على الراجل والاجهزه، فجأة عارفين في الافلام لما جهاز القلب يعمل تتت تتت يعمل كده بيبقى الشخص مات، صح؟ صح كده. الممرضة يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا دكتور، يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا دكتور. يبقى مين اللي صرخت هنا؟ مين اللي صرخت؟ ها انهي نيرس النيرس. النيرس اول ما لقيت ان في مشكلة، يا خرابي يا دكتور، يا خرابي يا خرابي، يا سكاوت يا سكاوت يا سكاوت، في ايه يا نيرس في ايه؟ تقول له هيموت هيموت خلاص هيموت، يقول لها خلاص استني دوري هتلاقي. هو الدكتور بقى عارف الحاجات فين، عارف المشاكل فين، عارف مثلا الأدوية فين، روحي هتلاقي الدواء في المكان الفلاني، روحي الصيدلية الفلانية، صح؟ يبقى مين اللي صوتت؟ ها مين اللي صوتت؟ النيرس النيرس.
مين اللي قال المكان بتاع الحاجة؟ ها؟ كوت. للصوت الكوت. حلو قوي. تعالوا بقى نعرف الكلام ده في النمل. ماشي، قسمنا الانت، لقينا الانت النمل مقسم نفسه لثلاث مجموعات، مجموعة النمل ده حقيقي، ومجموعة السكاوت انت، ومجموعة السولجر. تاني صوت قطع، صح؟ صوت قطع وجه، صح كده؟ صوت قطع وجه. الناس اللي لسه داخلة انا عارف عادي، تمام؟ ركزوا بس معايا هنا، الصوت تمام كده خلاص زي الفل. تمام، يبقى احنا عندنا ثلاث كم مجموعة؟ قبل ما اقول انا، كم مجموعة من الانت، كم جروب؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة. 3. اكسلنت، يبقى عندنا 3 جروبس. حلو كده. جروب، جروب اللي هو الايه، السولجر. جروب السولجر اللي هو بتاع الايه، السولجر دي كان هما مين؟ قولوا لي كده، كان الدكتور ولا الممرضة ولا الجندي؟ جوندي الجندي. برافو، الجندي. فالسولجر انت دول هما اللي بيكونوا عند الخطر، تمام؟ طب تعالوا تعالوا نقرا الاول نشوف ايه الدنيا. النيرس انت دول، النيرس انت دول، دول اللي بيصرخوا يا خرابي يا لهوي الحقني يا سكاوت الحقني يا سكاوت هنموت. ليه بقى بيصرخوا امتى؟ when the food is low، اول ما يلاقوا الاكل قليل. يا لهوي يا خرابي يا سكاوت يا سكاوت يا سكاوت. ماشي، فالنيرس انت هتعمل ايه؟ تبعت مسج بريحة زي مين؟ حد فاكر؟ حد فاكر؟ الأكاسيا الأكاسيا والكابوك. برافو برافو برافو، الأكاسيا تري والكابوك تري كانوا سند سميلي مسج، بعتت مسج بتصرخ فيها يا لهوي يا خراشي يا لهوي يا خراشي. ماشي طيب، ثانية واحدة، مش في حد مكانش عارف يدخل بس الزوم. طيب يبقى أول، ركزي معايا فرح وسيب الواتساب، مفيش دعوة باللي مش عارف يدخل وكده خلاص. تاني، يبقى لما الفود كان قليل مين كان جنبه؟ النيرس. لما الفود كان قليل مين كان جنبه؟ النيرس. اند أول when the food is low، الفود لما يكون قليل النيرس انت هتبعت ايه؟ سند سميلي مثل تو سكاوت انت، تبعت مسج تمام للسكاوت انت. السكاوت انت دي تعمل ايه؟ بتقول الاكل فين، تمام؟ السكاوت انت responsible for locating food، مش هي الممرضة لما ندهت على الدكتور علشان تقول له اعمل ايه، اعمل اروح فين، هجيب ايه، هو يقول لها اه انت بصي هتلاقي الدواء في الصيدلية الفلانية، هيتلاقي الفود اللوكيشن بتاعه في المكان الفلاني، تمام؟ فالسكاوت اند responsible for، مسؤولة عن locating food. السكاوت عارف الأكل فين، عارف الأكل في أنهي درج، عارف أنت مخبي السكر فين، عارف أنت حاططها في أنهي حتة في الأوضة، صح؟ وأنت مخبيها من إخواتك أو من ماما البسكوتة كده، هو شافها شافها ومعلمها. السكاوت أنت ده عارف مكان الأكل. يبقى when the food is low، مين اللي هيبعت مسج يقول إن اللو قل؟ ها الفرن، النيرس. طب مين اللي هيقول اللوكيشن بتاع الفود؟ السكوت او السكوت اند، تمام؟ يبقى السكوت اند اول ما جات له الرساله اللي سميلي مسج، السكوت ريسبوند هيرد ازاي؟ يبعت لها مسج برضه، تبعت لي مسج، ابعت لك مسج، دي مسج بريحه وابعت لك مسج بريحه، صح كده؟ هي كده، هو مسج عندهم بالريحه. ماشي، السكات هيبعت لها send smelly message ويقول لها to alert ant، يقول لها
where to find food، هتلاقي الأكل فين. يبقى تاني يا شباب، ركز معايا يا جمال، تمام؟ ركزوا هنا. يبقى أنا عندي، ركزوا هنا، اكتبوا كده when، أو هكتب لكم الأول بعد كده بنقلوها. when the food is low، مين اللي قاعد جنبه؟ هقولولي مين اللي هتبعت مسج أول ما تلاقي الأكل قل؟ نيرس النيرس. برافو النيرس. آن هتعمل ايه؟ النيرس آن هتبعت send smelly message، تبعتها لمين؟ ها تبعتها لمين؟ للسكاوت آن. برافو. هتبعتها لمين؟ ها تبعتها ليه؟ استنى اعمل كده، للسكاوت. برافو. ماشي، معلش انا بس البتاع شخبط مني. تمام، طيب حلو قوي. السكاوت انت ده بيعمل ايه؟ بيقول وير فايند فود، هتلاقي الفود فين. هيقول لها انت هتلاقي الحاجات فين، يعرف اللوكيشن بتاع الفود، يعمل لوكيتنج للفود، يقول لها انت هتلاقي الفود في المنطقة الفلانية، هتلاقي الفود في المنطقة الفلانية. يبقى when the food is low، النيرس انت اللي هتبعت سميلي مسج للسكاوت، السكاوت هيرد عليها يبعت لها برضو مسج، يبعت للنيرس مسج، send smelly message، يقول لها where to find food، هتلاقي الأكل فين. يقول لها أنا شفت الواد السكاوت بقى سوسة، الواد سكاوت ده سوسة. يقول لها أنا شفت في الدرج بتاعه والشنطة بتاعته، شفته هو مخبي الكيس، شفته كان الكيس اتخرم وأنا شميت ريحته، شفته. فالسكاوت ده سوسة، عارف where to find food. صعبة دي؟ صعبة؟ أظن سهلة. طيب يجي بقى دور مين؟ السولجر، الجنود، يعملوا ايه؟ اهو بصوا، تعالوا نقراها اهي. السولجرز انت برضو also use smelly message، برضو كلهم بيبعتوا مسج بريحة، هما بيحبوا الريحة اوي. send smelly message، صوت قطع وجه، ثانية كده. هيا يا شباب، سامعني كده؟ سامعني؟ ها كده تمام؟ تمام، خلاص زي الفل زي الفل. تمام، فالسولجر، السولجر اند برضو يوز سميلي مسج تو كوميونيكيت، عشان يتواصلوا if there is danger nearby، لو في خطر قريب. يبقى مين اللي هيبعت المسج؟ ركزوا هنا، السولجر هيبعته في الدينجر، هيبعت له ايه؟ في الدينجر، في الخطر. يبقى لما اشوف جروب اوف اند ساعة الدينجر يبقى السولجر. تمام كده، خلصنا جزء الانت، سهل ومفهوش اي حاجة خالص. ببساطة خالص يا شباب، عندي 3 انواع من النمل، تمام؟ 3 جروب، 3 جروب. اول جروب اسمه الجروب السولجرز، سولجرز يعني جنود، اللي هم ساعة الدينجر، ساعة الخطر، يا نمل يلا ادخلوا جوه خلوا بالكم، تمام؟ يبقى دول السولجرز انت. اول مجموعة فيها مشكلة، ها حد عنده مشكلة فيها من اول مجموعة؟ ها لا 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 في سؤال كله سهل. لا، انا مش هاخد اي سؤال في دي. مجموعة السولجرز فيها مشكلة؟
نزلوا ايديكم، انا مش عايزه حد يرفع ايديه خالص، تمام؟ ما اظنش ان فيها مشكله خالص دي، تمام. طيب حلو، يبقى السولجرز قولي يا فرح انت وجودي، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ مش حاجة تخوف، هو لأنها في مجموعة تعاونت من النمل بيشتغلوا للحماية، تمام؟ بيعملوا ايه؟ هم. أول ما يلاقوا إن في خطر، اسمعيني، المجموعة دي أول ما تلاقي إن في خطر، أنت مثلا أنت جاية على النمل، السولجرز يصرخوا، يبعتوا مسج للنمل التاني يقول لهم خلي بالكم البني آدمة دي جاية هتدوسنا، تمام؟ فبيعشان يخلوا بالهم، أوكي؟ تمام؟ هو كده، هما بيعملوها كده، ربنا سبحانه وتعالى مخلي، يعني لو شفتوا، لو بتحفظوا القرآن وكده تسمعوا سورة النمل، تمام؟ سيدنا سليمان سمع النملة عليه السلام، سمع النملة وهي بتقول يعني ايه ابعدوا عشان جيش سيدنا سليمان ما ايه ما يدوسكمش، يعني ما يحطمكمش، بس مش حافظة الآية عشان كده مش هقولها يعني، تمام؟ اوكي؟ فاه النمل بيتكلم مع بعض، تمام. فسيدنا سليمان كان بيكلم، كان بيعرف يسمع ويكلم الحيوانات كلها، تمام. طيب حلو قوي، خلاص. يبقى انا عندي soldiers and بيكونوا ايه send smelly message at danger، في الخطر، تمام كده، دي ما فيهاش حاجة. طيب عندي مجموعتين كمان، عندي مجموعة اسمها النيرس، ودي اللي بتكون قاعدة عند الفود، عند الاكل، كانها قاعده عند المريض كده، تمام. when the food is low، اول ما يكون الفود قليل، النيرس، يا خرابي، يا لهوي يا لهوي يا لهوي، send smelly message لمين؟ النيرس هتبعت smelly message لمين؟ ها قولولي. سكاوت، برافو، هتبعت للسكاوت اند. السكاوت اند ده هو اللي بيقول لها، هو السكاوت السوسة ده بيكون عارف مكان الأكل، فبيقول لها اللوكيشن بتاع الفود، يقول لها اللوكيتنج، هاو تو لوكيتنج فود، أو هتلاقي الفود فين، تمام كده، سهلة والله ما فيها حاجة، خلاص. طيب كده خلصنا الأنس بسلام والدنيا حلوة، ناخد بقى الهام باك ويلز. ايه الهام باك ويلز ميس دي؟ ثواني يا سيف، خليها في الاخر طيب عشان انا بدأت اشرح، ماشي؟ ويلز يعني ايه؟ حد عارف يعني ايه ويلز؟ ها من غير ما يغش؟ ها حوت حيتان، حوت، برافو، حوت الظهر بتاعه عامل مقتب شويه، ماشي؟ اسمه الهام باك ويل، خلاص؟ طيب بيعمل ايه؟ الحوت بيعمل ايه؟ ها بيغني، الحوت بيغني، sing under water. شوف باين ان هو راجل كبير بس تافه عادي، يعني حيوان كبير بس تافه، ماشي. يبقى الهامباك ويل sing under water، sing under water to communicate with each other. بيغني ليه؟ عشان يتواصل مع صحابه، يلا يا حوت يا صاحبي، يلا يا حوت يا صاحبي، بدل ما يقول له يلا يلا يا ابني يلا عشان اجيب اكل، يلا يا حوت يلا ناكل، لازم يغنيها، ماشي. يبقى humpback whale sing under water ليه؟ to communicate with each other. يبقى sing ليه يا شباب؟ ها communicate with other شطار، communicate with other to communicate with each other عشان بتيجي في reason، ليه؟ عشان يتواصلوا مع بعض، to communicate with each other. طيب حلو قوي، مرة يغني يلا يا لا لا كده صوت رفيع، ومرة لا 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 لا، امتى يغني صوت تخين وامتى صوت رفيع، امتى صوت تخين وامتى صوت رفيع، ماشي؟ تعالوا نشوف بقى، تعالوا نشوف، صوت تخين، تخين في الصيف، تخين فين؟ صوت تخين فين؟ ها؟ لا مش في الشتاء لا لا نو نو، ركز معايا، صوت تخين
في الصيف ماشي in summer. طب بتخن صوتك ليه؟ عايز اكل جعان، عايز اكل جعان ماشي. يبقى الصونجز بتاعت الاصوات بتاعت الهامباك ويل عنده different sounds، عنده اصوات مختلفة depending on the season، حسب الايه السيزون، يعني حسب الفصل بتاع السنة اللي هو موجود. والله في الوينتر او في السمر، في الوينتر جاله برد فمش قادر يتكلم، فصوته مسرسع خالص، صوته مسرسع، صوته رفيع مش عارف ماشي. طيب واحدة واحدة ركزوا معايا، تعالوا ناخد الصيف الأول بعد كده ناخد الشتاء ماشي. تعالوا ناخد in summer. في الصيف انت قاعد في بيتك، تقعد تقلبص في البيت، بعد كده تيجي المدرسة صح، تقعد في البيت تقلبص صح، تقعد تاكل، تاكل ماما عايز اكل يا ماما، ماما عايز اكل يا ماما، تيتا عايز اكل يا تيتا صح. تعمل كده صح طول ما انت قاعد بقى، ما انت فاضي بقى صح. يبقى السمر هو الفيدنج سيزون. السمر هو ايه يا شباب؟ ها فيدنج سيزون. يعني ايه فيدنج سيزون؟ موسم الاكل بقى، موسم التغذيه، اتغذى من قاعده في البيت بقى. يبقى في السمر الهامباك ويلز بياكلوا كتير جدا تمام، ف it is in the feeding season. حلو كده، in the feeding season ركزوا معايا. يبقى امتى بياكل كتير؟ امتى موسم اللي بياكل فيه كتير؟ في السمر تمام. طيب حلو قوي، اول حاجة في السمر المية warm ولا cold؟ في الصيف ال water warm ولا cold؟ وار 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 حد قال وار كولد؟ حد قال كولد ولا بيتهيألي؟ حد قال كولد؟ ها؟ الحمد لله، إن شاء الله ما حدش يكون قال كولد يعني، في حد رفع إيده كده هو اللي قال كولد صح؟ استر يا رب. السمر الووتر بتكون وورم دافية مش كولد، كولد يعني ساقعة تمام؟ تمام؟ طيب فعندنا وورم ووتر، طيب هيعمل ايه؟ جعان جعان جعان، صوته تخين كده جعان. فالصوت ده الصوت التخين تمام، زي الراجل كده بقول عليه لو 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 pitched sound، بقول عليه لو pitched sound. يبقى الصوت التخين بقول عليه لو ولا هاي؟ ها لو لا لو لا لو لو، ما باينة لو، انما التانية هاي هاي، فالتانية رفيعة تمام. يبقى في السمر، السمر ده الفيدنج سيزون، فبيطلع الصوت لو بيتشيت ساوند، جعان جعان جعان، لو بيتشيت ساوند. ف الساوند بيكون لو بيتشد يعني عامل كده، فبيقول لي اهو اللو بيتشد ساوند such as زي الرف voice of man، زي صوت الراجل رف يعني خشن، صوته خشن تمام. صوت الراجل تلاقي مثلا عندك اخ كبر، يا بنتي الله الله، بقى صوته عامل كده، صوته عامل كده، صوته خشن تمام، يبقى صوته rough rough. يبقى تاني، يبقى الهامباك ويل في السمر ده الفيدنج سيزون بيعمل low pitched sound، الساوند ده بيعدي في warm water ولا cold water؟ وارم warm. برافو، يبقى low pitched sound اللي في الوينت في السمر طبيعي، في السمر في الصيف يبقى في الوارم ووتر ميته ساقعه، يبقى اللو pitched ساوند ترافل بيتر، الصوت ده بيعدي كويس قوي في الميه الدافيه وارم ووتر. طب في الوينتر يا دكتور، في الشتاء، الشتاء الدنيا كولد ووتر والجو برد خالص، فمش قادر يعمل لا بيعمل هاي pitched ساوند، صوت رفيع
هاي هاي بيتشن ساوند، هاي بيتشن ساوند. يبقى في الوينتر السونج بتاعته الساوند بتاعته هاي بيتشن ولا لو بيتشن في الوينتر؟ هاي 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 بيتشن ساوند. الووتر في الوينتر كولد ولا ولا وورم؟ كولد 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 كولد. برافو تمام. يبقى في الوينتر بقى، اذا كان في الصيف كنت بقول عليه الفيدنج سيزون، يعني الفيدنج سيزون يعني الفصل اللي بيتغذى فيه. طب الوينتر لا، اللي بيتجوز فيه. يعني احنا ينفع يا شباب نتجوز في الصيف والميك اب يسيح؟ يرديكوا الحوته الميك اب بتاعها يسيح؟ يرديكوا تعمل ميتنج يعني تتجوز في الصيف وميك اب يسيح، ولا تتجوز في الشتاء احسن الميك اب يفضل موجود؟ انا عشان انا بشبهها لك عشان ما تنسوش. ماشي. يبقى ده الميتنج سيزون، يعني موسم التزاوج، اوعى تنساها. يبقى الميتنج سيزون وينتر ولا سمر؟ وانت وينتر. ايوه كده. اما الفيدنج السمر. تمام. في الوينتر الساوند بيكون هاي بيتشيت ساوند، لكن في السمر لو بيتشيت ساوند. صح كده. طيب وعندنا الوينتر بيكون في كولد ووتر، فالهاي بيتشيت ساوند بيعدي كويس. اما في السمر بيكون لو بيتشيت ساوند، فبيعدي في الورم ووتر كويس. طيب نمبر 1، الهاي بيتشيت ساوند بيقول لي ايه؟ ان هو زي الشارب فويس اوف وومن. يعني ايه؟ زي صوتنا احنا الشارب، يعني عامل صوتنا مسلسع كده، شارب شارب، مش خشن. احنا صوتنا مش رف مش خشن، لكن حاد، عامل زي صوت السكينة ايه كده. صح، صوتنا شارب، صوتنا حاد شارب. يبقى high pitched sound such as sharp voice of woman. يلا بينا بقى نحل الحتة دي. عايزة انا هسمع بقى فضايح، ربنا يستر. تمام، هسمع واسأل. طيب when the food is low، مين انت، مين الانت اللي هتبعت؟ قول يا خالد. ها ارفعوا ايدك يا شباب. هي يلا، ايه مين ال when the food is low؟ ان النيرس النيرس. النيرس برافو. النيرس انت send ايه يا حمزة؟ سمايلي مسج برافو. send smelly message، هتبعت smelly message، هتبعتها لمين يا جمال؟ هتبعتها ها لمين؟ هتبعتها للسكو. سكاوت. برافو، ايوه اكسلنت، للسكوت. برافو. يبقى ده our responsible for locating food. برافو. وليه يا ملك نمبر 2؟ The not ants will smiley message if there is dangerous nearby. مين ايه الانت تاني؟ بتوع الدنجر؟ مين الانت اللي بيبعته ساعة الخطر؟ danger يعني خطر. السولجرز. برافو، اكسلنت، ايه ده شاطرين اهو. برافو، يلا يا حمزة. ها يلا يا حمزة، محمد لطفي. the rough sound، rough sound، rough يعني كانت، عارف يعني ايه؟ فاكرها؟ كتبناها فوق. ايوه كانت ايه؟ ها خشب. برافو. الصوت الخشن بتاع الهام باك ويل ده هاي بيتشيت ساوند ولا لو بيتشيت ساوند؟ لو لو. روف لو. برافو، اكسلنت. يلا يا روز نمبر 2. The songs of humpback whales have a space beach in winter. Higher. higher. برافو. في الوينتر هاي higher pitch sound. برافو عليكم، excellent. تمام يا شباب، تعالوا بقى تعالوا نشوف
عملنا ايه احنا كبني ادمين بقى في الحاجات اللي احنا لقيناها حوالينا. والله سبحان الله، لقينا ربنا خلق لنا كل حاجة حوالينا، كل حاجة تمام. لقينا ان البات مش بيشوف، البات مش بتشوف، وعلى الرغم من كده يعني ممكن تبقى زي الانسان الاعمى تمام، وعلى الرغم من كل ده هي بتعرف ان هي متخبطش في حاجة خالص. ايه ده يا دكتور؟ خالص خالص. يا ترى البات يا وكان مين اللي جاوبت معايا، روس ولا مروان؟ هو البات كان بيستخدم بروبرتي اسمها ايه؟ كان ايه معلش يا البات كانت بتستخدم ايه عشان تلاقي حاجتها وما تخبطش في حاجة؟ ها اكتبوا في الشات. ها قول. بتستعمل صلصة حلو، الساوند ساوند برافو. ايوه، اللي خاصية صدى الصوت دي كان اسمها ايه؟ ايه لوكيشن. ايكولوكيشن برافو، كانت بتستخدم الايكولوكيشن. برافو. سوري يا شباب، ناس كانت بتستخدم قفل المايك. الايكولوكيشن. ايه في المايك؟ حلو، شكرا. تمام، فلقينا ان ايه ده، ان البات بيعمل برضو هاي بيتشد ساوند، بيعمل ايه، صوت كده رخم، صوت رفيع مسلسع، هاي بيتشد ساوند تمام. وان الساوند بيطلع منه، الساوند هيطلع منه يخبط حاجة، هيت سامثينج تمام، near by the bat and reflect back to it. ان الساوند بعد ما يهت هت هت يخبط يرجع تاني in the form of echo، على شكل صدى صوت، صح؟ قلنا الصوت هيطلع، كل الخفيش بتعمل كده، الصوت هيطلع ويرجع تاني على شكل echo، reflect back او bounce back in the form of echo تمام. طيب، فالبات هيسمع الايكو، هيسمع الصوت ويعرف المكان فين. حلو قوي. عملنا ايه بقى ما دام احنا شفنا الكلام ده وخدناه الدروس اللي فاتت؟ عملنا ايه؟ قلنا الله، طب ما البات مش بيشوف وعندنا ناس مش بتشوف، طب ما اعمل عصايه تعمل زي وظيفه الايكو لوكيشن، تطلع صوت والصوت يرجع للعصايه تاني بصدى الصوت، فالعصايه تعرف في حاجه قدام الراجل ولا لا. تعالوا نشوف بقى، تعالوا بقى. بيقول لي ان الساينتست have been inspired. يعني ايه inspired؟ يعني جات لهم فكرة، اعجبوا قوي، استفادوا، get benefit by the adaptation of bad echolocation. استغربوا واستعجبوا واستفادوا قوي بالباد echolocation دي. استفادوا ازاي؟ to find ways، ان هم يلاقوا طرق to help blind people. يعني ايه blind people يا شباب؟ ها يعني ايه؟ ناس عمي ايوه، الناس اللي ما بتشوفش تمام، ممكن حد يكون اعمى، فblind people يعني الناس اللي مش بتشوف. ازاي؟ بيقول للساينتست، خلي بالكم، عملوا have created special cane. يعني ايه كين؟ عصاية، عصا خاصة، عصاية خاصة كده للإيه؟ للناس اللي هي مش بتشوف، الناس الكفيفة أو الناس الإيه؟ اللي عندهم عمى تمام؟ يبقى created a special cane. يبقى عملوا إيه الساينتست يا شباب؟ سبيشال special cane. برافو، ركزوا معايا. ال special cane ده emit، بيطلع high pitched sound، يطلع صوت إيه؟ صوت مسلسع كده تمام؟ طلع صوت مسلسل. حلو، بيقول لي as a blind person is walking with a special cane، اول ما الراجل ده ماشي بالعصايه، الساوند اما يرجع صدى صوت، صدى صوت يعني ايه؟ يقولوا ايكو، ايكو كولوكيشن ايكو 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 يعني صدى تمام. طيب، الايكو of high pitched sound، الصوت هيرجع تاني لمين؟ للعصاية. والله في صوت طلع وصوت راجع، يبقى speak up by this special cane.
يبقى الايكو طلع، سوري طلع ساوند رجع ايكو، الايكو العصايه لقيته. الله، العصايه اول ما يجي لها الايكو تعمل ايه؟ ز ز تعمل فايبريشن، فالايكو turned into vibration، صدى الصوت بقى vibration هزاز، فالراجل يحس بالعصاية وهي ايه في الثامب بتاعه، في صباعه، في ايده. فكده اول ما يلاقي ال vibration of a special cane، اول ما يلاقيه يعرف الراجل ده ان في حاجة ايه قدامه. يبقى ال vibration of a special cane tell the blind person the direction of the obstacle، يعني العصاية بتقول للراجل مكان العوائق اللي قدامه، بتقول له مثلا مكان الطوبة اللي قدامه، ما تروحش يمين مثلا، ما تروحش شمال. وممكن كمان في عصاية كذا عصاية تتعمل الفترة دي، ان هي تقول له ايه اللي قدامك اصلا، زي صوت كده بالذكاء الاصطناعي يقول له خلي بالك انت قدامك عربية، قدامك حجر، قدامك كلب، تمام. فهي بتعرف الكلام ده ازاي؟ بتطلع صوت، تمام، بت produce sound high pitched sound، هيرجع كايكو، والايكو يتحول ل vibration هزاز، تهز في ايد الراجل تعرف على طول. طب يا ترى الراجل بقى ماشي وسامع ازعاج بتاع دي سماعة، تفتكروا هيبقى حاجة رخمة قوي لو سامعها، صح؟ لو سمع ايه صوت عامل كده، صح؟ صح؟ صوت هيبقى مش صح. فالصوت ده الهاي بيتش ساوند ده بيبقى عالي قوي قوي لدرجة ان احنا ما بنسمعهوش، تمام. احنا بنسمع مقدار معين من الصوت، ولا بنقدر نسمع اللي فوق قوي ولا اللي تحت قوي، فهو عالي فاحنا مش سامعينه خالص، عالي قوي. يعني في اصوات، اصوات الانفجارات في الكواكب احنا مش سامعينها عشان عالية جدا مثلا كده يعني، تمام. يبقى الهيومنز cannot hear the high pitched sound produced either from bat or special cane of a blind people. يعني احنا ولا بنسمع ال high pitched sound الصوت الاوفر بتاع البات اللي بيطلع منه، ولا اللي طالع من ال special cane، تمام. يبقى ما نقدرش نسمعه. احنا كده بنسمع صوت الخفاش العادي، لكن الصوت اللي هيطلع عشان يطلع ايكو ده ما بنسمعهوش، تمام. يبقى هنا يا شباب بيقول لي ايه، تعال نقارن السبيشال كين والبات، بيقول لي السيميلاريتيز، الحاجات المتشابهه ما بينهم. الاتنين بيطلعوا هاي بيتش ساوند ولا لو بيتش ساوند؟ ها، هاي بيتش هاي ساوند. هاي 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 بيتش ساوند. طب الساوند لما يخبط ويرجع، يرجع على شكل ايه؟ ايكو ايكو. فايبريشن. ايكو، برافو. فبيقول لي السبيشال كين اوف بلايند بيرسون اند بات، العصايه والباد امت، الاثنين بيطلعوا امت، يعني بيطلع هاي بيتش ساوند، بيطلعوا صوت عالي، تمام. ذات باونس اوف اوبجكت از ان ايكو، اللي بيرجع باونس اوف زي كلمه باونس باك، يعني يرجع على شكل ايكو، تمام. طيب حلو قوي. السبيشال كين والباد الاثنين هيعملوا ايه؟ الاثنين بيستقبلوا الايكو، ريسيف ايكو، خلاص الاثنين بيستقبلوا الايكو عشان يعرفوا الحاجه فين. طيب حلو قوي. ايه الاختلاف؟ يا ترى البات الايكو لما يرجع له هيتحول لفايبريشن زي العصايه؟ لا 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 خلاص لا طبعا. ليه؟ هتلاقي فجاه البات ز ز ز يقعد يهز كده، لا. لكن السبيشال كين اول ما بيكس اب ان ايكو، اول ما تاخد الايكو، ات امتس اللي هي خرج اللي من الصوت اللي هي خرجته changes into vibration، لكن الباث don't change into vibration، ما بيتغيرش الايه vibration. طيب يلا يا جوري وحلوا لي في الشات يا شباب، يلا. ها نمبر 1، Bats make low pitched sound and they, then listen for an echo. True. ترو. ايه رأيك يا مريم؟ ايه رأيك يا مريم؟ True. علشان الباد ما بيطلعش لو بيطلع هاي. انت قلتي ايه بقى؟ فولس، مش ترو بقى، فولس، يبقى غلط.
علشان بيطلع هاي مش لو. برافو يا مريم، اخس عليك يا جوري اخس. اتفضحنا اتفضحنا. جوري شطورة، هي اتلخبطت بس. قولي يا فرح، فرح اختها همسة. ها يلا يا فرح. That can change the echo into vibrations. Yes. يس. ايه رأيك يا امان؟ ها صح يا ميس، صح. ايه رأيك يا رفايدة؟ جبتها. ايه رأيك يا رفايدة؟ ها عشان تعرف ان انا مبتلية بس. ها ايه رأيك يا رفايدة؟ صح ها صح كده برضو صح. ماشي. قولي يا ساجة. في أي وقت. ها البات يغير الايكو الفايبريشن. جبتوا للبات صدمة كهربائية ولا ايه؟ مش فاهم هيهز ازاي ده. نعم غلط يا شباب، هو من امتى البات بيهز؟ ايه ده، شكلته رقصة. بات ايه اللي بيعمل فايبريشن؟ هو انا كنت بشرح يعني لمين؟ يا الله يا ولي الصابرين، والله انا لو بشرح لطفل، لو بشرح لطفل كان فهم، عشان تعرفوا ان انا مبتلية. شكرا جدا الناس اللي في اليوتيوب على الخضة الجميلة والصدمة اللي بنجيبها لكم. شكرا جدا ليكم. اللي عنده اي سؤال محدش يطلع من الزوم، اللي عنده اي سؤال يقدر يبعت لي على 010-299-19557. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبعتوا لي على الواتساب علشان ادخلكم جروبات الماس والساينس والاي سي تي. شكرا الناس اللي في اليوتيوب، باي باي. متنسوش تبعتوا الفيديوز لاصحابكم.